الافتتاح شنو علاش الاصاله والمعاصره علاش دابا وهذه في حد ذاتها باقا كتعطي دابا عاد وجدنا لان باش نكونوا صراحة كذلك حتى حزب الحياه العصر والمعاصره اخذ واحد شويه الوقت باش يعاود ترتيب نفسه يعاود ترتيب في ضوء الشيء اللي واقع في ضوء كذلك واحد المخاب داخلي وهذا من كذلك من الاعراض الصحيه اللي كنظن تخصها ماشي الا ما كانش خصها تكون الاحزاب خصها يكون واحد نوع من الحيويه الداخليه اللي خصها تكون كان جات مواكبه مع هذا ما عشناه في هذه الاشهر فقلنا نغتنموا هذه الفرصه نراجعوا انفسنا داخليا ونخليوا كذلك فرصه باش ما نكونوش متهمين باي اجراء من شانه ان يكون عذرا لفشل أو لأي طرف آخر فكنظن أنه اليوم جاء الوقت أولا لأننا قمنا بما يجب داخليا بعدة أوراش بعدة سواء مركزيا أو على مستوى الجهات على مستوى جميع الهيكل وكذلك تبين لنا أنهم بعد أشهر عديدة من الممارسة الحكومية والممارسة للبرلمان جاء الوقت باش أنه حتى ديك التقييم ولا التحليل اللي غادي نقوموا به ما يمكن له إلا يكون موضوعي ما غاديش يكون مبني فقط على نوايا اللي يمكن يشكك فيها فكنظن الوقت مناسب ما كانش خص الوقت يزيد يتأخر لأننا حسينا بالمسؤولية بأنه الآن كان خصنا نقوموا بهذا ما كان نقاش ما دامش كثير واش نتسناو حتى يكون الدخول حنا قلنا ما كاينش دخول لان ما كاينش خروج العمل السياسي خصو يبقى مستمر هاد المبادره جا وقتها كان خصنا نقومو بها على اساس انها مبادره اولى غادي تليها مبادرات الدخول بالمفهوم التقليدي ديالو غادي يكون يعني تكون سواء على مستوى الفريقين البرلمانيين ولا كذلك على مستوى الانشطه وحنا شفتو هاد اللي عندنا يعني طابق لو منو اللي عندنا من هنا لاخر السنه وكان وغادي يكون كذلك مواكبه مع ذلك اتصالات ان شاء الله تكون مكثفه مع الفرقاء السياسيين الاخرين اللي لوقوف عند التقاطعات ونشوفوا شنو يمكن نديروا معيه وكنتمنى كذلك وهذا ربما نديروا نداء للاغلبيه ورئيس الحكومه بالذات جميع الديمقراطية اللي كتحصل نفسها ملي كنكونوا عايشين شي أزمة كندعيو الهيئات السياسية بجميع كنجلسو كنشاورو لحد الآن وأنا كأمين عام أقول لكم لم يتم ذلك وأن إحنا اليد ديالنا ممدودة للتحاور وللمشاركة في إيجاد ولا كخرق الأجواء لإيجاد الحلول في صالح في مصلحة المغاربة والمغرب بصفة عامة وهذه هي الأولوية اللي عليها دخلنا السياسة واللي عليها غادي نبقى كنمارسو السياسة حسن نية ولكن كذلك بيقظة و يعني دفاعا على تصور على ما تم الاتفاق عليه هو الأول وثانيا على التوجهات الخاصة بالحزب كنشكركم جزيل الشكر